السلام عليكم. واضح. انا اسمي نادية عبد الصمد، عندي 42 سنه، انا خريجه ليسانس اداب قسم تاريخ واثار اسلاميه ومصريه. بس بعد الشغل يعني تعرفت بزوجي واتجوزنا، وهو لظروف شغله ان هو بيشتغل قبطان بحري بيسافر كتير، فهو طلب مني ان انا اسيب الشغل، فانا زي بقى اي بنت يعني ان انا يعني رضيت وسبت الشغل، وكان دي يعني حاجه مش كويسه. كنت بشتري حاجة اونلاين، وبعدين وانا بكلم البنت اللي انا بشتري منها فقالت لي في مشكلة مع الدليفري اللي هيوصل السكوتر، يعني ان هو اجازة. فانا في الوقت ده كنت بدور على شغل يعني، فسبحان الله يعني هي الصدفة جت كده، لقيت نفسي بقول لها انا الدليفري، انا اللي هوصل لك الاوردرات المتأخرة وهاخد الاوردر بتاعي. حياتي اختلفت تماما. اولا انا شخصيا اتغيرت، وزني قل شويه مع الحركه بتاعه الشغل، بقيت اتعرفت بناس كتيره جدا حابه الشغل بطريقه محدش ممكن يتخيلها. يعني انا شغل، مفيش حاجة اسمها مفيش شغل، لا في شغل. أنا طالما أنا عايزة أشتغل، أنا هشتغل أي حاجة، هدور على نفسي فيا إيه إن أنا ناجحة فيه، وفيا إيه ممكن أحب وأقدر أدي فيه، وهلاقي نفسي إن أنا لقيت الشغل وبشتغل وناجحة وبالعكس. مش أبدا يحبطك أو يحبطك، وان شاء الله يعني ربنا لما بيلاقينا بنسعى بيدينا على قد تعبنا،